كما كتشوفوا البنات بغيت نشارك معكم واحد الحلوه ديال لاكريم كتجي سهله وبسيطه بزاف بزاف، والمكونات متواجدين في كل بيت. خديت 8 ديال البيضات في الخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا في العجانه ديالي، نتوما اللي عندكم الخلاط الكهربائي استعملوه. كنطرب الحمد لله كنطرب البيض مزيان مزيان كنخليه يطرب. بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنولي نضيف عليه جوج كيسان ديال سكر حبيبات مع مرنش، الكاس الاول وضفت الكاس الثاني، كنخليهم يطربوا مزيان، وغادي نزيد واحد السكر فانيلا ونخليهم يطربوا مزيان مزيان. ومن بعد غادي نستعمل النواشف. خديت كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض وكاس الثاني مع مرش، جوج ديال الصبعان كنخليو، كنضيفو لهم معلقه كبيره ديال الكاكاو باش كنكملو ديك الكاس ديال العنبه. كنغربلوهم مزيان، نغربلو النواشف مزيان، الحمد لله. كنضيفو لهم هاد بيكن باودر كيس واحد، من بعد كنبقى نحطهم على شكل دفوعات بشويه بشويه، ما كنديروهاش في دقه واحده، بشويه بشويه باش ما كينزلناش البيض ديالنا. نضيف الكميه كامله ونرجع معاكم. من بعد غادي نبقى نطلع من التحت للفوق باش ما ينزليش البيض ديالي، من التحت للفوق من التحت للفوق باش ما ينزليش البيض ديالي. غادي نجيب واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن، غادي نضع عليها ورق طبخ وغادي نوضعو فيها، وغادي ندخلها الفران طيب، ومني غادي يطيب غادي نمونطيها ان شاء الله. هنا غادي ناخذ العجانه ديالي وغادي نوضع فيها الكريمه ديالي اللي هي ديال كريمه ديال هولالا. انا دائما كنستعمل كريم هولالا، كيعجبني المذاق ديالو في الحلوه، كيجي زوين كيف ما كتشوفوا. خديت الحلوه ديالي طابت كنمونطيها دابا، غنمونطيها ونرجع معاكم. خديت واحد 5 دراهم ديال اللوز محمر مقلي عاد القلاي وهرمشتو وكنوضعو عليها باش تعطينا داك المذاق زوين. وضعت الطبقه الثانيه ودابا كنمونطيها. مونطيها كامله ونرجع معاكم نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي، نتمنى يعجبكم. كتجي زوينه ورائعه وهشيشه وفتيه ورطبه، وفي المذاق كتجي غزاله برغم انها بسيطه بسيطه جدا. كنفرحوا بها الوليدات ديالنا وبالصحه والراحه.